السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السلسلة الخاصة بكود تعليم السياقة، إذا كود تعليم السياقة نتعلمه من الألف إلى الياء، لكن لاباز والأساس ديال هذا يعني هذا الكود هو البلايك. فالبلايك واحد الحاجة اللي أساسية، وهذه الحلقة الأولى غتكون كدوي على البلايك أو على تشوير الطرقي. فبالنسبة للبلايك كاين أربع أنواع ديال البلايك، كاين المنع، الخطر، الإجبار والإرشاد. فبالنسبة للتشوير الطرقي بصفة عامة، فكاين العلامات العمودية وكذا كاين العلامات الأفقية. فمن العلامات العمودية هي البلايك كما كنشوفوها اللي كتكون واقفة، أما العلامات الأفقية فهي الخطوط اللي كتكون في الطريق وأي حاجة كتكون في الأرض فهي علامة أفقية كتسمى. بالنسبة لعلامات الخطر اللي هي أول حاجة، فهي علامة الخطر هي عبارة عن مثلث متساوي الساقين دي إطار أحمر، يعني مثلث كيكون بحال هكا كما كتشوفوا في الصورة، دي إطار أحمر رأسه للأعلى يحذر من خطر على الطريق، يعني مثلث يحذر من وجود خطر على الطريق أو يدعو للانتباه وأخذ الحيطة والحذر، لذا على سائقي السيارات والدراجات الانتباه وتخفيف السرعة. دائما الخطر مرتبط بتخفيف السرعة، دائما فاش كنهضروا على الخطر يرتبط بتخفيف السرعة، يعني فين ما تشوف الخطر هذه كتكون عندك في بالك، هذه مانستالية في بالك أنه الخطر لاصق بتخفيف السرعة، لذا على سائقي السيارات والدراجات تخفيف السرعة لتجنب الخطر القادم. فكما كتشوفوا هذه أنواع الخطر، يعني أنواع الإشارات. بعض الإشارات مثلا هذه الطريق كتضيق على اليمين، هذه مثلا يعني طريق كتزلق، هذه مثلا يعني سكة بالحاجز، هذه خطر سكة بدون حاجز، هذه مجرى، هذه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. مهم نكملوا، هذه بالنسبه يعني خطر متنوع. غادي نكملوا، غادي نلقاو البلايك وغنهضروا عليها باقتضاب. يعني الفرق ما بين البلاكه اللي كتكون مثلا في هذا اللون وهذه، هذه كتكون فقط مؤقته، اللي كتكون بالصفر فهي كتكون فقط مؤقته، وهي مثلا يعني كتكون مؤقته وكيزولوها. بحال دابا مثلا كتلقى شي اكسيدون ولا كذا كتلقى واحد البلاكه ديال القصيده، يعني القصيده راه ما يمكنش تكون ديما، فيعني كيديروا داك البلاكه فقط يعني التوعيه ديال الناس اللي جايين. فهذه هي علامة الخطر، وهي علامات متقدمة، يعني كتكون بعيدة على الخطر، يعني قبل الخطر بخمسين متر داخل المدينة وخارج المدينة بمية وخمسين متر. أما علامات المنع وهي عاوتاني اللي غنهضر عليها ومازال غنفصلوا أكثر في هذا الشيء، هي عبارة عن دائرة حمراء تمنع المعني بالأمر من السير أو العبور في الطريق أو الاتجاه المشار إليه. يعني علامات المنع راه باينة كتشرح راسها براسها، يعني كتمنعك من يعني من أخذ ذاك الطريق أو العبور في الطريق أو اتجاه المشار إليه أو تجاوز السرعة المحددة في العلامة بالنسبة للعربات والدراجات، يعني كتمنعك من ذاك الشيء اللي موجود في ذاك العلامة. أما علامات الإجبار وهي علامات دائرة زرقاء تجبر المعني بالأمر على السير في الممر أو الاتجاه المخصص له، يعني العكس ديال علامات المنع. علامات المنع كتمنعك، بينما علامات الإجبار اللي كتكون دائرة زرقاء فهي كتجبرك، مثلا كتلقى مثلا ممر خاص بالبيكالات، مثلا كتلقى ممر خاص بالراجلين وكذا كتلقى ممرات اخرى. اما علامات الاخبار يعني كتخبرك، كتعطيك واحد المعلومه، هي عباره عن مربع او مستطيل ذي خلفيه زرقاء، يعني كيكون مربع ولا مستطيل الخلفيه ديالو غالبا كتكون زرقاء، تقدم معلومات او ارشادات لمستعملي الطريق، مثلا هذه دخول طريق السيار، مثلا اوبيتال، مثلا يعني يعني المنع، الخطر، اجبار والإرشاد، يعني التشوير الطرقي أو العلامات كتكون عبارة عن علامات منع دائرية بها دائرة حمراء، الخطر مثلث يعني، والإجبار دائرية زرقاء، والإرشاد مربع غالبا أو مستطيل أزرق. بالنسبة لجل هذه العلامات فهناك علامات متقدمة، أي أنها تكون قبل الخطر، يعني كتخبرك قبل ما نوصلوا لذاك الخطر أو قبل ما نوصلوا لذاك يعني ذاك المشكل مثلا في الطريق، هي كتخبرك قبل. فكاين علامات متقدمة وكذا كاين علامات وضعية، يعني انطلاقا من البلاصة فين كاينة العلامة من ثم كيبدا يطبق ما تأمرك به العلامة. بينما كاين علامات متقدمة يعني تخبرك قبل ما توصل لذاك البلاصة اللي فيها مثلا ذاك المشكل أو ذاك الخطر. فاحنا دابا غنصنفوا العلامات المتقدمة وغنصنفوا العلامات الوضعية أو الموضعية. فعفوا بالنسبة للعلامات المتقدمة يأتي على رأسها علامات الخطر. علامات الخطر كلها متقدمة إلا استثناء واحد، استثناء واحد غنوقفوا بالحديث
عليه. دابا انت دير في بالك ان العلامات كلها متقدمه الا استثناء واحد اللي غادي نهضروا عليه من بعد تنوصلوا للعلامه، وهي عباره عن مثلث متساوي الساقين لاطار احمر. هادشي راه ديجا هضرنا عليه، يعني علامات الخطر كلها متقدمه كتخبرك قبل ما توصل لذاك الخطر، يعني ب 50 متر داخل المدينه داخل المجال الحضري كتخبرك قبل ب 50 متر، وخارج المجال الحضري فهي كتخبرك قبل 150 متر. فكما كتشوف هنا مثلا ممر الراجلين فهي كتخبرك هنا قبل ب 50 متر. وركز معي، هذه علامه خطر ياك، هذه يعني علامه الخطر كما قلنا، فهي كتخبرك قبل ب 50 متر بالنسبه للمدينه و 150 متر بالنسبه لخارج المدينه. بينما الاكتي باقي عاقل معي، فهاد العلامه شنو كنعيطوا لها اللي ذات مربع ولا مثلث؟ فهي علامات الارشاد، وعلامات الارشاد كتكون يعني من ذاك البلاصه، وهي علامات وضعيه، يعني علامات الخطر كلها علامات متقدمه داخل المدينه ب 50 متر وخارج المدينه ب 150 متر. فعقل معي كتكون مثلث، يعني فيه اللون الاحمر، محاط باللون الاحمر، مثلث متساوي الساقين. فمثلا هنايا تخبرنا العلامه بخطر مرور اطفال او مكان يرتاده الاطفال، ترى ما كتعنيش المدرسه، كتعني مكان يرتاده الاطفال او يمر من خلاله الاطفال بكثره. فتقدر تكون في بارك، تقدر تكون في حديقه، تقدر تكون في جرده، تقدر تكون في مدرسه، ما كتعنيش فقط المدرسه. فهذا الخطر على بعد 50 متر بحكم اننا في وسط المجال الحضري او بحكم اننا في وسط المدينه، يعني هي علامات متقدمه. علامات الخطر هي علامات متقدمه ديما، كتجي استثناء وحيد هو ان الطريق كتدي وكتجيب، هذيك هي اللي كتكون علامه وضعيه، يعني مجرد ما تشوفها فكيبدا التطبيق ديالها من البلاصه فين كاينه البلاكه، وهذيك مازال غنرجعوا وغادي نهضروا عليها اكثر. لافتات المنع ولافتات الارشاد ولافتات الاجبار فهي علامات وضعيه، يعني تطبق من البلاصه فين كاينه البلاكه. لافتات المنع، ركز معي، اللي دائريه يعني فيها لون احمر، لافتات الارشاد اللي مربعه باللون الازرق، ولافتات الارشاد الاجبار دائريه باللون الازرق كذلك، فهي لافتات وضعيه. كيبدا المنع من لافته وكيمتد حتى الملتقى الطرق اللي جاي، ولا نشوفوا اشاره نهايه المنع. اشاره نهايه المنع كتكون واحد دائره في وسط منها ضربات بنهضروا عليها. لافتات الارشاد، اعطاء السائق ومستخدمو الطريق بعض الارشادات والتوجيهات وتزويدهم ببيانات ذات نفع لهم وذلك اثناء استخدامهم للطريق. اما لافتات الاجبار، لافتات الاجبار كتفرض تصرفات اجباريه على مستعملي الطريق. كيبدا الاجبار منين كنشوفوا اللافته وكيمتد حتى الملتقى الطرق اللي جاي، ولا حتى نشوفوا اشاره كتنهي الاجبار. يعني لافتات المنع، الارشاد والاجبار هي لافتات وضعيه. لافتات الخطر هي لافتات متقدمه داخل المدينه ب 50 متر وخارج المدينه ب 150 متر. فكنتمنى ان يعني الشرح يكون واضح وباين، وما نحتاجوش يعني لما فهمتي شي حاجه ففقط خليها لي في الكومنتس وانا غنشرح لك اكثر فاكثر ان شاء الله. فمثلا خدينا هذا المثال هذا اللي هنا، فاللافته ديال الخطر موضوعه قبل ما يبدا داك الخطر، الخطر مثلا شوف فين يكون هنا المنعرج، فاللافته موضوعه قبل داك الخطر ب 150 متر خارج التجمعات السكنيه، بينما داخل التجمعات السكنيه في المدينه يعني في المجال الحضري فهي غتكون على بعد 50 متر. ركز معي وعقل معي على هذا الشيء. فلافتات الخطر كما قلنا هنا اللافته، والخطر باقي بعيد على بعد 150 متر بحكم اننا خارج المجال الحضري. بينما لافتات المنع فهي كيبدا المنع من لافته وكيمتد حتى الملتقى الطرق اللي جاي. مثلا هنايا فالمنع شوف منين بدا، شوف منين بدا المنع. مثلا المنع غيبدا من البلاصه فين عندي انا اللافته، هي اللافته هنا كيبدا المنع وكيمتد حتى مثلا كنلقى واحد اللافته ديال المنع اخرى مثلا، او لا كنلقى نهايه المنع. مثلا نزيد نلقى 40 غنلتزم عاوتاني بداك 40، يعني هذه ما غتبقاش، ولا غنلقى نهايه المنع وهي واحد اللافته اللي كتكون بحال هذه وكيكون فيها مثلا داك المنع مضروب عليه، يعني ما كتكونش يعني بحال هكا فهي كيكون مضروب عليه. وانا دابا غنوريك اللافته كتكون بحال هكا، مثلا هذه فهي كتعني نهايه المنع. مثلا هنايا ممنوع تمشي باكثر من 60، ففاش غتلقى هذه اللافته داك الساعه يعني كترجع، يعني على حساب لا كنتي في وسط المجال برا من المجال الحضري فانت تقدر تمشي تال 100، ولا كنتي مثلا في لوتورود فهي 120. اما لافتات الاجبار مثلا
فلافتة الإجبار كما كنعرفوا فهي كتكون زرقاء بهذه الطريقة، وكتطبق حتى هي، يعني تصرف إجباري على مستعملي الطريق كيبدأ ملي كنشوف اللافتة وكيمتد حتى الملتقى الطرق اللي جاي. يعني مثلا إذا لقيتي هذه اللافتة هذه، فهو مفروض عليك أنك تمشي بـ30 يعني على طول هذاك طريق تاع الملتقى الطرق اللي جاي، أو لا حتى تلقى مثلا علامة ديال نهاية الإجبار. إذا حتى قلنا كنلقاو لافتة ديال نهاية الإجبار. أما بالنسبة للعلامات أو لافتات الإرشاد، فهي كتعطي يعني بعض المعلومات لسائقي الطريق ومستعملي الطريق، بعض الإرشادات والتوجيهات، وحتى هي علامات وضعية. مثلا فاش كتقول لك راه هنايا مثلا كاين واحد الباركينج، أو مثلا هنا كاين واحد المطعم، فهي يعني علامات وضعية كتكون من ذاك البلاصة فين موضوعة البلاك. كان هذا هو الشرح ديالنا حول العلامات الخطر وعلامات المنع وكذا لافتات الإجبار ولافتات الإرشاد. يعني كان هذا شرح بسيط به باش غنبداو، باش ما نتقلوش عليكم من الحلقة الأولى، وإن شاء الله الحلقة الثانية غنقوموا بالتفصيل في كل هاد اللافتات. دابا فقط حنا يعني لخصنا يعني المسافة اللي تكون فيها اللافتة والتطبيق ديالها. مثلا بالنسبة للخطر، فاحنا كما قلنا 150 متر خارج تجمعات سكنية و50 متر تجمعات سكنية، وهي لافتة يعني متقدمة، يعني كتكون قبل ذاك الخطر. لافتات المنع والإجبار والإرشاد، فهي لافتات وضعية. مازال غنفصلوا أكثر كل لافتة. مثلا الخطر ناخذوا كل لافتة، مثلا منعراج مثلا، يعني كل شيء غناخذوه وغادي نفصلوا فيه بالتفصيل ان شاء الله. كانت هذه الحلقه الاولى. ما تنساش دير لايك وسبسكرايب الى عجبك هذا المحتوى، بارطاجي مع اي واحد حيت اي واحد غتنفعو. شكرا لكم والى اللقاء. اذا استكمالا لسلسله الدروس، فبالنسبه للعلامات كما قلنا، فهناك علامات او لافتات الخطر وعلامات المنع، علامات الاجبار وعلامات الارشاد. علامات الخطر كمراجعه الدرس السابق، فهي كتوضع على زعما على بعد من الخطر ب 150 متر، يعني قبل الخطر ب 150 متر خارج التجمعات السكنية، وعلى بعد 80 متر داخل التجمعات السكنية. فهي علامات غير وضعية، هي علامات متقدمة، أي تتقدم الخطر. وهناك لافتات المنع ولافتات الإجبار ولافتات الإرشاد، فهي علامات وضعية وكتعطيك يعني ذاك المعلومة من البلاصة فين كاينة العلامة. دابا غناخذو بتفصيل لافتات الخطر. بالنسبة لإشارات الخطر فهي كالآتي، وغادي ندوزو عليها يعني بسرعة، غنوقفو غير عند المهمة. مثلا هذه منعرج خطير على اليمين. شوف كاع هاد اللافتات ديال الخطر أو علامات الخطر كتكون مثلث أحمر، داكشي اللي فوسطو هو شنو كيعني؟ يعني هذه منعرج خطير على اليمين، هذا منعرج خطير على اليسار، يعني تشوف الاتجاه ديال السهم فين. هنا منعرجات متتالية أولها على اليمين، يعني هنا تكون عندك مثلا منعرجات متتالية، منعرج الأول على اليمين، منعرج الثاني على اليسار، يعني كروازي. منعرجات متتالية أولها على اليسار، كتشوف يعني السهم الأول فين غادي على اليسار، بعد ذلك الثاني على اليمين. هذا يعني حدبة، يعني مخفض سرعة من نوع مسنم، يعني حدبة أو وهدة أو حدبة، يعني هذه وهدة أو حدبة، هذه وهدتين أو حدبتين. عندنا يعني طريق ضيق، يعني الطريق كتضيق من الجوانب بجوج، كتضيق من اليمين ومن اليسار. عندنا طريق كتضيق من جهة اليمين، هي العلامة راه باينة. عندنا طريق كتضيق من جهة اليسار، العلامة باينة. هذه وسط الطريق كيزلق، يعني وسط الطريق كيزلق، يعني يجب تخفيض السرعة. شوف كاع العلامات ديال الخطر يجب تخفيض السرعة، وعلامة الخطر هي علامات متقدمة كتخبرك بدك الخطر على بعد 50 متر داخل المدينة و150 متر خارج المدينة. بحكم أن داخل المدينة فالسرعة محدودة في 60 كيلومتر في الساعة، فيعني كيخبروك قبل ب 50 متر، يعني هذيك مسافة كافية أنك تخفض فيها السرعة مثلا ل 20 ولا أقل. بينما خارج المدينة فأنت مثلا السرعة محدودة في 100 كيلومتر في الساعة، فأنت يعني فاش كتكون جاي خصك واحد المسافة كبيرة باش أنك تخفض السرعة وتهبط ل 20، لذلك كيخبروك بالخطر قبل 150 متر. ودائما الخطر يجب أن نخفض السرعة. عندنا هذه قنطرة متحركة أو جسر متحرك، عندنا هذه طريق تسكى بحاجز، يعني كاينة واحد الحواجز ديال السكة الحديدية.
عندنا هذه مرور السكه بدون حواجز، يعني الفرق ان الاخرى كيبينوا لك بحال الحاجز، وهذه يعني بدون حواجز. هذا تقاطع مع الطريق مع التراموي مثلا، الطريق اللي كيكون كيمر منها التراموي فهما كيخبروك يعني قبل بخمسين متر كاين مكان يكثر فيه الاطفال. هذه راه ما كتعنيش المدرسه حيت كيكون بعض المرات الخطا، هذه كتعني مكان يرتاده الاطفال، يعني مكان كيكونوا فيه الاطفال. هذا ممر خاص بالراجلين، يعني كيكون على بعد 50 متر داخل المدينه، يعني هذا الخطر هذا او المكان يعني ديال الراجلين فانت غتلقاه قبل 50 متر داخل المدينه و 150 متر خارج المدينه. هذه خطر متنوع او خطر غير محدد، هذه مرور حيوانات اليفه، هذه كتلقاها غالبا يعني حتى المزارع وحده داكشي، هذه حيوانات اليفه اللي كتلقى فيها بكره، اللي كتلقى فيها الشكل ديال الغزاله، فهي مرور حيوانات متوحشه وكتكون غالبا في يعني حتى الغابات افران وما الى ذلك. عندنا هنا عبور خياله، عندنا هنا منحدر خطير، العلو ديالو او شده الانحدار ديالو هي 10 درجات. عندنا هذه ملتقى طرق يعني محمي بإشارات متعددة الألوان أو إعلان عن أضواء ذات ثلاثة أنوان، يعني كيعلنوك قبل ما تلقى يعني الإشارات الضوئية. هذه غنخليوها حتى التالي وركزوا فيها مزيان، هذه غنخليوها حتى التالي. عندنا هنا خطر تساقط الحجارة أو وجود حجر في الطريق، هذه راها يعني تاهي باينة. عندنا طريق تنتهي الى رصيف او حافه او نهر، يعني طريق متجه للحافه. عندنا خروج دراجات أو خروج دراجين، يعني الناس اللي كيسوقوا البيكالات دراجات عاديه. هنا منطقه بها خطر جوي، يعني كتكون قريب للمطار او ما الى ذلك. وهنا رياح جانبيه، يعني كاين ريح في احد يعني الجانبين. اجي نرجعوا يعني للمهمه، كما قلت لك كاع هاد العلامات ديال الخطر هي علامات شنو؟ متقدمه، برافو عليك. كتكون على بعد 50 متر داخل المدينه، برافو عليك. خارج المدينه 150 متر. الا هاد العلامه، هاد العلامه هو الاستثناء الذي يثبت القاعده. هاد العلامه كتعني ان السير في الاتجاهين من هاد البلاصه كيبدا التطبيق ديالو، من البلاصه فين كاينه، وكانها علامه وضعيه، يعني من البلاصه فين كاينه البلاكه كيبدا تطبيق ديال هاد العلامة. يعني هاد العلامات كاملة هي علامات متقدمة على بعد 150 و 50 متر، بينما هاد العلامة هو الاستثناء الوحيد تطبيق ديالها كيكون من البلاصة فين كاينة البلاكة، يعني من البلاصة فين كاينة البلاكة كيبدا السير في الاتجاهين. مثلا كتكون طريق ذات اتجاه واحد، ولكن مجرد ما كنشوف هاد البلاكة فهي كتعني ان الطريق هنا بدا الاتجاه، بدا يعني السير في الاتجاهين. يعني كنتمنى ان هذا الشرح يكون واضح وباين. ما تبخلوش علينا بلايك وبسبسكرايب، بارطاجي على اوسع نطاق. شكرا لكم والى اللقاء. اذا اشارات المنع، بعد الحلقه السابقه اللي هضرنا فيها على اشارات الخطر واللي قلنا انها اشارات متقدمه والتطبيق ديالها كيكون على بعد 50 متر داخل المدينه و 150 متر خارج المدينه، فاليوم غندويو على اشارات المنع. اشارات المنع هي واحد الاشارات اللي كتكون دائريه وكتمنع يعني القيام بفعل، يعني كتكون ممنوع انك تقوم بواحد الفعل. هي اشارات دائريه كتكون محيطه باللون الاحمر، وهي اشارات وضعيه اي ان التطبيق ديالها كيكون من البلاصه فين عندنا البلاكه. نبداو على بركة الله. إذا أول علامة كتعني ممنوع المرور في الاتجاهين، يعني ممنوع المرور من هذا الطريق من الجهتين، لكن عندها استثناء هذه أنها كدوز منها يعني السيارات الحكومية، يعني السيارات الخاصة، السيارات يعني اللي كتكون مثلا الإسعاف، مثلا ديال الشرطة، مثلا ديال الدراك، مثلا نقل الأموات وما إلى ذلك. وممكن حتى أنا نمر من هذا الطريق بأمر من الشرطي، حيت كما كنعرفوا فالشرطي كيلغي البلاكة، أو أن الشرطي يعطيني الأمر أنني ندوز أو أعطاني التصريح أنني ندوز، فنقدر نمر يعني بالمحاباة ديال داك الشرطي. هنا كما كتشوفوا ممنوع المرور، هذه لانتيردي راه معروفه فاش كنلقاوها في شي طريق فممنوع تدوز منها. هذه ممنوع المرور على اليسار، يعني ممنوع انك تدور على اليسار، ممنوع انك تدور على اليمين، ممنوع القيام بنصف دورة، يعني ممنوع انك دير نصف دورة في الطريق. هذه غالبا كتكون يعني في الطريق اللي يعني فيها خط متصل، او طريق يعني لوتوروت او ما الى ذلك اللي كتكون ذات اتجاه واحد، فممنوع القيام بنصف دورة. هنا كما كنشوفوا ممنوع التجاوز على العربات ذات محرك او اربع عجلات، يعني ممنوع انك تدوبل اي عربة ذات محرك او اربع عجلات. هنا ممنوع التجاوز على الشاحنات، يعني هنا انا اللي سايق مثلا بيرمي بي فيعني نقدر نتجاوز، لكن ممنوع التجاوز على الشاحنات. هنا ممنوع المرور دون التوقف، يعني يجب عليك التوقف يعني الديوانة، مراقبة الديوانة. هنا توقف مراقبة الشرطة، وهنا حاجز
الأداء. هنا ممنوع الوقوف، يعني ممنوع أنك توقف وتنزل من السيارة ديالك، لكن أنك يعني توقف لواحد المدة وتمشي ولكن تبقى في السيارة ديالك فممكن يعني تنزل الركاب أو شيء من هذا القبيل. هنا ممنوع الوقوف والتوقف، يعني ممنوع أنك توقف ولا توقف، يعني كما كنعرفوا الوقوف هو أنك يعني توقف لواحد المدة تنزل شي حاجة أو شيء من هذا القبيل، والتوقف هو أنك توقف يعني تخلي السيارة ديالك وتمشي. يعني فاش كتلقى هذه العلامة فهي ممنوع الوقوف والتوقف. إذن هنا ممنوع المرور على السيارات والدراجات النارية يعني الكبيرة المرخصة، هنا ممنوع المرور على جميع أنواع الدراجات وعلى السيارات كذلك، هنا ممنوع المرور على الشاحنات أو عربات نقل البضائع، هنا ممنوع المرور على الراجلين، هنا ممنوع المرور على الدراجات النارية والدراجات العادية، يعني الدراجات النارية والعادية ممنوع عليها المرور، يعني هنا ممنوع المرور على العربات المجرورة بالحيوانات، هنا ممنوع المرور على التراكتور، ممنوع المرور على العربات المجرورة باليد يعني كالروسة وما إلى ذلك، ممنوع المرور على الحافلات، ممنوع المرور على الدراجات النارية العادية يعني اللي لا تحتاج رخصة سياقة وقل من 49 سنتيمتر كوب كما كنعرفوا، هنا ممنوع المرور على الدراجات النارية كما كنعرفوا، هنايا ممنوع المرور على العربات التي يفوق طولها 10 متر. وغير باش تعرفوا الطول راه ماشي هو العلو او ماشي هو الارتفاع، ففاش كتشوف فاش كتسمع دابا حنا فاش مثلا كنسمعوا الطول كنلاقيوها بالطول ديال الانسان يعني طويل، لا الطول ديال العربه ماشي هو الارتفاع ديال العربه، ومازال غنوقفوا عند هذا الامر. هنا كما كتشوفوا هاي هنا ممنوع المرور على العربات التي يتجاوز عرضها، شوف غير باش تعقل، اللي كيشوفوا للداخل فهي كتعني العرض، واللي كيشوفوا لبرا فهي كتعني الطول ديال العربه، يعني هنا العرض العرض العربه هنا كتعني طول ديال العربه ماشي الارتفاع، الارتفاع هما اللي كيكونوا من الفوق، فهمتي كتكون من الفوق، يعني ممنوع المرور على العربات التي يتجاوز العلو الارتفاع ديالها اكثر من 3 متر ونص اكثر. مثلا هنا الا قالوا لك الاجتهاد العلامه وقالوا لك واش ممنوع المرور عليا والعربه ديالي فيها 2 متر ونص، لا تقدر تمر الاكثر، يعني ديما الاكثر هنا كما او العرض ديالها عفوا، هنا ممنوع المرور على العربات التي يتجاوز العلو ديالها اكثر من 3 متر ونص، هنا ممنوع المرور على العربات التي وزنها 5.5 طن يعني كتلقى الطن، هنا ممنوع العربات التي يتجاوز وزن المحور ديالها، يعني فاش كتشوف هذه راه تعني المحور 5 طن، هنا تحديد السرعة في 50 كيلومتر ممنوع تجاوز 50 كيلومتر في الساعة، هنا أولوية المرور للعربات القادمة من الاتجاه المقابل، يعني هاد الطريق ممنوعة على العربات اللي كتمر من هنا، فهي يعني كما كتشوف هذه بالحمر يعني الأولوية للعربات القادمة من الاتجاه المقابل، هنا ممنوع استعمال المنبه الصوتي، غالبا كتكون حدا يعني الطبيب وحدا شي بلايص بحال هكا، فممنوع استعمال المنبه الصوتي، هنا يجب ترك مسافة أمان لا تقل عن 70 متر، يعني من 70 متر واخا تكون غادي غير ب 20 كيلومتر في الساعة ما تقوليش نحسب مسافة الأمان، لا يجب ترك مسافة أمان لا تقل عن 70 متر، هنا ممنوع المرور على العربات التي تحمل مواد متفجرة أو قابلة للتفجير، هنا ممنوع العربات التي تحمل مواد ملوثة للمياه، هنا ممنوع المرور على العربات الناقلة لمواد خطرة، هنا ممنوع المرور على الدراجات النارية هي انتردي او موتو سايكلز، يعني هذا مكان وهذه هي علامات المنع او اشارات المنع. عندنا اشارات نهاية المنع واللي غنوقفوا عليها حتى هي، عندنا اشارات نهاية المنع وهي اشارات هي كذلك اشارات وضعيه، برافو عليك، يعني مثلا فاش كنلقى اي منع في الطريق فانا فاش كنلقى هذه الاشاره هذه كتعني نهايه ذاك المنع، يعني حنا كما كنعرفوا نهايه المنع كتكون بملتقى الطرق اللي جاي اولا باشاره نهايه المنع، مثلا لقينا السرعه محدوده في 50 كيلومتر في الساعه فانا فاش نلقى هذه الاشاره هذه فهي كتعني نهايه المنع ديال داك 50 كيلومتر في الساعه وتقدر تمشي بكثر، هنا نهايه منع تجاوز العربات يعني لقيتي اشاره ديال تجاوز ممنوعه وهنا لقيتي موراها هذه فانتهى داك المنع، هنا نهايه منع تجاوز كل من العربات ذات التي يفوق وزنها 3500 كيلوغرام، هنا يعني 3.5 طن، هنا نهايه منع استعمال المنبه الصوتي وهنا نهاية المنع على السيارات. إذن كان هذا هو الشرح ديالنا حول إشارات المنع وإشارات نهاية المنع. نزيد نعطيك مثلا على سبيل المثال، هنا عندنا ممنوع التجاوز على العربات ذات محرك وأربع عجلات، مثلا هنا عندنا ممنوع تجاوز كما كتشوف في هذه الصورة، فهنايا
غنجيو الإشارة نهاية المنع، فحنا غنلقاو هنا انتهى داك المنع، يعني دابا عندك الحق وعندك الحرية، ما بقاش هذاك المنع اللي طبق في الأول عليك بالإشارة. وإشارة المنع هي إشارات وضعية كتطبق من البلاصة فين عندنا الإشارة. كان هذا هو الشرح ديال إشارات المنع ونهاية المنع، كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب وبارتاجيو على أوسع نطاق، السلسلة كاملة غتلقاوها في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إذن بعد ما شرحنا إشارة الخطر في الحلقات السابقة وشرحنا إشارات المنع وإشارات نهاية المنع، يعني في حلقة واحدة راكم تلقاهم يعني في الديسكريبسيون، غتلقى الحلقات غيطلعوا لك هنا في الجنب، سواء ديال الخطر سواء ديال المنع ونهاية المنع. وهضرنا على الخطر وقلنا أنها يعني إشارات ماذا؟ متقدمة. برافو عليك، تتقدم الخطر بماذا؟ ب 50 متر داخل المدينة و 150 متر خارج التجمعات السكنية. إشارة المنع هي إشارات وضعية، وإشارة الخطر فيها إشارة واحدة لإشارة وضعية، وهي الاستثناء الذي يثبت القاعدة هي الاتجاه، يعني كيكون سير في الاتجاهين. عندنا إشارة المنع هي إشارات وضعية كتمنعك من القيام بفعل في ذاك البلاصة، ونهاية المنع هي نهاية ذاك المنع. وعندنا إشارات الإجبار، إشارة الإجبار هي العكس ديال إشارة المنع. إذا كانت إشارة المنع كتمنعك من القيام بواحد الفعل، فإشارات الإجبار هي إشارات كتجبرك أنك تقوم بواحد الفعل. فمثلا عندنا هنا الدوران الى اليمين اجباري قبل العلامه، يعني تشوف العلامه صافي نيشان غدور اليمين، وهذه كتسمى اسهم الاجبار، يعني كتجبرك انك تدور على اليمين. عندنا الدوران اجباري قبل العلامه اليسار، يعني الدوران اجباري. حاجز يجب الاحاطه به من اليمين، حاجز يجب الاحاطه به من اليسار. اتجاه الى الامام اجباري في مفترق الطرق القادم، يعني مثلا كيكون عندك مفترق طرق فكيكون عندك انك تزيد للقدام وهي اجباري. عندنا اتجاه الى اليمين اجباري في مفترق الطرق القادم. عندنا اتجاه الى اليسار اجباري في مفترق الطرق القادم، يعني الفرق بين هذه وهذه ان هذه يعني كتعلمك قبل، يعني كتكون في الطريق وعاد عندك يعني مفترق الطرق، يعني اما هذه يعني كتقول لك الدوران اليمين. فهنا اتجاه الى الامام او اليمين اجباري في مفترق الطرق القادم، غالبا في بحال هاد العلامات فانت كتقال اليسار انتيردي، يعني اشاره منع كما قلنا. هنا اتجاه الى الامام او اليسار في مفترق الطرق القادم اجباري، كتلقى يعني هاد الجهه انتيردي اليمين. هنا اتجاه الى اليمين او اليسار في مفترق الطرق القادم، غالبا كتلقى انك تكمل طول فهي انتيردي. هنا مسلك او سبيل اجباري للدراجات، يعني هذا المسلك هذا او هذا طريق فهي إجبارية للدراجات، كتلقى واحد المسلك خاص بالدراجات كيبينوا لك هذه العلامة فهو مسلك إجباري. هنا مسلك إجباري على الراجلين، يعني يجبر الراجلين أنهم يمروا من واحد المسلك. هنا مسلك إجباري لراكبي الخيول. هنا السرعة الدنيا، يعني أدنى سرعة غادي تمشي بها، يعني أقل سرعة تقدر تمشي بها هي 30، إجباري أنك تمشي بكثر من 30. هنا استعمال سلاسل الثلوج إجباري، هذه غالبا كتكون بلايص اللي فيها الثلج. هنا يعني العربات اجباري على عربات النقل. هنا او طوبيس كما كنقولوا. هنا مسلك خاص بالترامواي. وهنا تشغيل اضواء السياره هو اجباري. فكما عندنا اشارات الاجبار، كما عندنا اشارات المنع، عندنا اشارات نهايه المنع، فكذلك كما عندنا اشارات الاجبار كما كتجبرك، فعندنا اشارات نهايه الإجبار، يعني النهاية ديال داك الإجبار. فهنا مثلا نهاية داك المسلك أو السبيل الإجباري ديال الدراجات، هنا نهاية سبيل إجباري للمترجلين، هنا نهاية سبيل إجباري لراكبي الخيول، يعني كتلقى في الأول إجباري من بعد كتلقى نهاية الإجبار. هنا نهاية إجبارية السرعة الدنيا، يعني مثلا كيجبروك أنك في واحد الطريق تمشي بأقل سرعة هي 30 كيلومتر في الساعة، فاش تلقى هاد العلامة فهما كيقولوك صافي راه انتهى داك الإجبار، تقدر دابا تمشي بأي سرعة بغيتي تكون سرعة دنيا، فهمتي ما تعداش يعني السرعة اللي كاينة. نهاية جبر استعمال سلاسل الثلوج، هنا نهاية الممر الخاص بعربات الخدمات المنظمة أو النقل العمومي كما قلنا لكم، وهنا نهاية إجبار تشغيل الأضواء. فأنت هنا في هذيك القثمة فهمتي. كانت هذه هي علامات الإجبار ونهاية الإجبار. ندخلوا معها علامات الإرشاد، غير هو باش يعني باش تنتبه. فمثلا الإشارات الخطر فهي تخبرك، هي وإشارة الإرشاد تخبرك، كتخبرك فهمتي، ما كتلزمش عليك، كتخبرك نقص السرعه وصافي. هنا في المنع والمنع وسميتو والاجبار فهي كتجبر عليك ولا كتمنعك انك دير واحد الحاجه، يعني كتعطيك واحد الاشاره بنهايه المنع وكتعطيك اشاره بنهايه الاجبار، ماشي من المنطق انك تلقى اشاره ديال النهايه الخطر فهمتي، يعني هذا فقط يعني الاستئناس وصافي. عندنا يعني اشارات الارشاد، اشارات الارشاد كترشدك وصافي انت تاخذ بها. هنا عندنا موقف للسيارات، يعني باركينغ.
هنا عندنا الغابة ممنوع إيقاد النار، هنا عندنا السرعة المحبدة هي 50 كيلومتر، هنا نهاية السرعة المحبدة، يعني كتقولك انت ديرها ولا ما ديرهاش، ما كاينش اللي كيجبرك بشي حاجة. هنا محطة تاكسي يعني كتخبرك كترشدك، هنا محطة حافلة، هنا موقف الوقوف الاستعجالي يعني في حالة ما كانش شي مشكل او ما الى ذلك او عطب، هنا السير في اتجاه واحد يعني كترشدك، هنا ممر بدون منفذ يعني طريق مسدودة ولكن تقدر تمشي فيها، يعني ماشي تلقاها تقول لا انا راه ممنوعة ولا كذا، حيت تلقى في السلاسل بعض سميتهم في الامتحان غتلقى يعني بعض المرات مبينين لك الطريق بحال هكا ويقول لك واش نقدر نمشي فيها، زعما باش انت تخيلها على اساس انها يعني اشارة ديال المنع، لا تقدر تدخل تقضي مثلا شي غلط غير هو يعني ما كاينش منفذ، ما كاينش منين تخرج من تما. هنا ممر بدون منفذ يعني هذا الممر هذا بدون منفذ، هنا ممر بدون منفذ على الراجلين كتخبر الراجلين، هنا ممر بدون منفذ على الراجلين والدراجات العادية، هنا كتخبرك أن كاين ممر للراجلين، هنا محطة ترامواي، مكان التخييم فيه مقطورة، هنا محطة الأداء، هنا ممنوع ممر ممنوع على الشاحنات، وكتلقى عاوتاني المنع يعني للداخل، هنا هي إرشادية وكاين البلاكة ديال المنع، هنا مسلك خاص بالدراجات العادية كترشدك، هنا مسلك خاص بالحافلات، مسلك يساري بعد التقاطع، مسلك الخروج، مسلك فوق السكة على اليمين، دمج مسلك الدراجات في المسلك المعاكس، هنا مسلك النجدة، هذه كلها علامات إرشادية ترشدك، هنا مسلك النجدة، هنا مخفض سرعة من نوع مسنم يعني حدابة أو سميته، هنا نهاية مسلك التجاوز الرابع يعني كتكون عندك أربعة المسالك، هنا نهاية مسلك التجاوز الثالث، هنا نهاية مسلك التجاوز الثاني، هنا طريق ذات أربع مسالك كترشدك كتقولك أنها الطريق فيها أربع مسالك، هنا طريق ذات ثلاث مسالك سير مع مسلك واحد معاكس، يعني هنا كاينين ثلاثة المسالك ديال السير، جوج هكا واحد مسلك معاكس، هنا عاوتاني العكس، هنا نهاية مسلك التجاوز الثاني بالنسبة يعني الطريق اللي كتدي، هنا مسموح التوقف فوق الرصيف، هنا منطقة ذات سرعة ثابتة، هنا نهاية منطقة ذات سرعة ثابتة، دوك قليفين غادي تلقاوهم ولا قليفين غتصادفوا معاهم، هنا سير بالتناوب أسبقية السير ليا، هنا طريق مخصص للسير السيارات فقط، هنا نهاية الطريق يعني نهاية داك الإرشاد، نهاية الطريق سير مخصص لسير الدراجة لسير السيارات فقط، هنا طريق مخصص لسير الدراجات، هنا نهاية الطريق، هنا الدخول إلى الطريق السيار، هنا نهاية الطريق السيار، هنا بداية النفق، نهاية النفق، مركز مستعجلات، مخدع هاتف أو النجدة، فقط الاتصال بالنجدة، مخدع هاتف عام، هنا استعمالات عامة للسياح، مخيم، مكان التخييم بالكرفان، هنا مخيم أو الكرفان، هنا نزل للشباب، هنا باحة الاستراحة، هنا محطة المتزلجين، منتزه للراجلين، محطة ركوب، محطة وقف سيارات محروسة، هنا محطة ركوب سيارات بالباخرة، هنا مراحيض عمومية، يعني هذه الإرشاد فقط خاص بالمعاقين، محطة وقود، محطة وقود وغاز، فضاء ركيب الأمواج، مقهى، محطة التليفريك، هنا عندنا منظر جميل، محطة راديو، هنا حديقة أطفال، هواء، محطة استراحة، مركز إصلاح، وهنا كذلك مطفأة الحريق، منفذ إغاثة على اليمين، منفذ إغاثة على اليسار، وهذا علامة كما قلنا هي علامات وضعية يعني كتم من البلاصة فين عندنا العلامات. كمراجعة سريعة، إشارة الخطر هي علامات متقدمة بعد 50 متر خارج المدينة و 50 متر داخل المدينة و 150 متر خارج التجمعات السكنية، تطبق من يعني على بعد 50 و 150 إلا في حالة إلا الاستثناء الوحيد هو السير في الاتجاهين الذي يطبق من بلاصته، هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة. عندنا إشارات المنع هي إشارات دائرية بدائرة حمراء كتمنعك من القيام بفعل، هنا إشارات نهاية المنع هي نهاية ذاك المنع، هنا إشارة الإجبار تجبرك على القيام بفعل يعني ضد إشارة المنع كتكون دائرية باللون الأزرق، هنا عندنا إشارات نهاية الإجبار يعني كتنهي ذاك الإجبار، مثلا في هذه الإشارة كتعني يعني ذاك السرعة الدنيا اللي كنا مجبرين أننا نمشيو بها ب 30 فهنا انتهت، وهنا الإرشاد فقط للاستئناس، وهذا ما كان. كنتمنى أن الحلقة تكون نالت الإعجاب ديالكم، إلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وبارطاجيوها على أوسع نطاق، شكرا لكم وإلى اللقاء.